نظرا للنجاح وعدد المشاهدات الكبيرة التي وصلها فيديو اليوتيوب شورتس الفارط حوالي 100,000 مشاهدة، قررت أن أشارك معكم استراتيجية جديدة تمكنكم من ربح عمولات مثل هذه، عمولات بعشرات وربما مئات الدولارات لكل مبيعة. حسب موقع فيدايكيو الذي لديه شراكة مع اليوتيوب، الفيديوهات القصيرة أو اليوتيوب شورتس تحصد يوميا ما لا يقل عن 3.5 مليار مشاهدة. نحن نتحدث عن عدد رهيب من المشاهدات يوميا، وأظن أنه لكل شخص حتى وإن كان مبتدئ وليس لديه أي مشتركين في قناته الحق في الحصول على نسبة من هذه المشاهدات. اليوم إخواني سوف أشارك معكم استراتيجية أظهرت نجاعة قوية وقوية جدا لترويج عروض التسويق بالعمولة باستعمال اليوتيوب شورتس. أرجو أن تركزوا جيدا في هذا الشرح رغم أنه بسيط، ولكن على بساطته له نتائج أقل ما يقال عنها أنها مبهرة. تطبيق استراتيجية اليوم لن يأخذ منكم أكثر من 15 دقيقة يوميا. أرجو أن تستغلوا هذا الشرح لأقصى حد، وأتمنى لكل شخص لم يحصل بعد على مبيعات أن تكون أول مبيعة مباشرة بعد تطبيق استراتيجية اليوم. لا تذهبوا بعيدا أصدقائي، أراكم مباشرة بعد هذا الانترو. السلام عليكم ورحمة الله، معكم هيثم في شرح جديد من قناة خارج الصندوق. إذا كانت هذه أول مرة تدخل فيها إلى القناة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلك إشعارات بكل الشروحات القادمة. إن لم تشترك بعد في مجموعتنا، مجموعة خارج الصندوق على فيسبوك، أنصحك بالاشتراك، ففي هذه المجموعة نتشارك الاستراتيجيات ونجيب على كل النقاط الغير مفهومة في الشروحات. إذا أردتم التواصل معي مباشرة سوف أترك لكم رابط حسابي على إنستغرام، أرجو منكم أن تشتركوا في الحساب واتركوا لي كل رسائلكم وسوف أحاول الإجابة عليها كلها إن شاء الله. كما قلت منذ قليل أصدقائي، مشاهدات اليوتيوب شورتس في تصاعد مستمر، وشرح اليوم إن شاء الله سوف يساعدكم على استغلال هذه المشاهدات بأسرع وأنجع طريقة ممكنة، حتى وإن كانت قناتكم قناة جديدة ليس فيها أي مشترك. دعونا نبدأ مباشرة في الخطوات أصدقائي، ولنبدأ بالخطوة الأولى وهي اختيار النيتش أو المجال. لمن لا يعرف ما معنى نيتش، هو بكل بساطة كاتيجوري أو مجال تعمل فيه، وأكثر النيتشات شهرة هم نيتش الصحة أو الهيلث، المال أو الويلث، وريليشنشيبس أو العلاقات. هذه المجالات الثلاث هي المجالات الأكثر ربحا في مجال التسويق بالعمولة، وبما أن هذه المجالات هي الأكثر ربحا فهي أوتوماتيكيا المجالات الفايرل أو الأكثر انتشارا على يوتيوب. لذلك وعلى عكس الشروحات السابقة يجب أن تختاروا نيتش من هذه النيتشات الثلاث. أنا شخصيا سوف أعمل على مجال الصحة، وخاصة مجال خسارة الوزن أو الويت لوس. يمكنكم اختيار سب نيتش أو مجال فرعي في مجال الصحة، مثلا يمكنكم العمل على العناية بالبشرة فهذا يندرج أيضا تحت مجال الصحة، يمكنكم العمل على الفيتنس أو حتى سب نيتش كسب الوزن. أنا كما قلت لكم اخترت مجال خسارة الوزن، وسوف أترك لكم الحرية في اختيار واحد من هذه النيتشات الثلاث. كما قلت لكم المجالات هي الهيلث الصحة، الويلث المال، وريليشنشيبس العلاقات. بهذه الطريقة نكون قد أكملنا الخطوة الأولى أصدقائي، لنمر إلى الخطوة الثانية وهي البحث عن عرض مربح في نفس النيتش. بما أنني اخترت مجال خسارة الوزن فسوف أبحث عن منتج أو عرض يساعد الأشخاص على خسارة الوزن. يمكنكم العمل على أي منصة تسويق بالعمولة، إن كان كليك بانك، جيفيزو، وورير بلاس، نوتري بروفيتس أو حتى ديجيستور 24. كل هذه المنصات فيها عروض تقريبا في كل المجالات. أنا سوف أعمل على منصة كليك بانك، وذلك لسبب وحيد هو أنني لست مضطر لانتظار صاحب المنتج كي يقبل طلبي لترويج منتجه، كما هو الحال في جيفيزو وورير بلاس. بالمناسبة سئلت كثيرا عن كيفية سحب الأرباح من منصات التسويق بالعمولة، كنت قد شرحت شرح مفصل عن كيفية إنشاء حساب بيونير وربطه بمنصات التسويق بالعمولة، وكذلك إرسال الأرباح إلى بنكك المحلي في بلدك. الفيديو يظهر أمامكم الآن، يمكنكم الرجوع إليه مباشرة بعد الانتهاء من هذا الشرح. إذن سوف أقوم بالدخول إلى الماركت بليس في كليك بانك، وهنا أصدقائي في الكاتيجوريز سوف نقوم بالبحث عن كاتيجوري أو مجال الهيلث أند فيتنس. إذن ها هو مجال الهيلث أند فيتنس. أنا ما يهمني هنا هو الدايتس أند ويت لوس، الحمية وخسارة الوزن. سوف أضغط على دايت أند ويت لوس وأقوم بترتيب العروض حسب الجرافيتي.
الجرافيتي هي بكل بساطة عدد الأشخاص الذين ربحوا من هذا المنتج في آخر أسبوعين. كما نرى هنا الجرافيتي في هذا العرض أوكيناوا فلات بيليتونيك 442، هنالك أكثر من 440 شخص ربحوا ولا زالوا يربحون من هذا العرض في الوقت الحالي. إذن هذا دليل قاطع على أن هذا العرض قوي جدا، ويمكننا الدخول إلى صفحة المبيعات. وكما نرى العرض فيه فيديو وصفحة العرض احترافية جدا. إذن ما سأقوم به أصدقائي هو استخراج رابط الترويج الخاص بي لهذا العرض. للقيام بذلك سوف أضغط على Promote ثم Generate Hope Links ثم الضغط هنا لنسخ الرابط. أقوم بنسخ الرابط ثم أقوم بفتح بلوك نوت وأقوم بالاحتفاظ بالرابط الخاص بي هنا. هكذا أكون قد أكملت الخطوة الثانية، لأمر إلى الخطوة الثالثة وهي إنشاء قناة يوتيوب في نفس النيتش. لإنشاء قناة كل ما تحتاجونه هو حساب جيميل مجاني. إذا كان لديك حساب جيميل فأنت بكل بساطة يمكنك إنشاء قناة يوتيوب. لكن هنا علينا نركز أصدقائي، يجب أن يكون اسم القناة يعبر على النيتش الذي سوف تعمل عليه، إن كان مجال الصحة أو المال أو العلاقات. أنا مثلا سوف أعمل في مجال الصحة وتحديدا مجال الويت لوس أو خسارة الوزن، إذن سوف أقوم بإنشاء قناة يكون اسمها له علاقة بهذا المجال. إذن سوف أقوم بالدخول إلى الجيميل وأقوم بإنشاء حساب جيميل جديد. إذن في الاسم سوف أختار ويت لوس كاسم، والاسم الثاني and diets tips، وهنا أقوم باختيار نفس الكلمات لإنشاء العنوان البريدي. أقوم بإنشاء كلمة مرور ثم أعيد كلمة المرور ثم أضغط على Next. هنا أصدقائي يطلبوا مني رقم هاتف لتفعيل الحساب، سوف أقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بي ثم هنا أضغط تاريخ الميلاد، أختار ميل وأقوم بالضغط على Next ثم I accept. وبهذه البساطة أصبح الآن لدينا حساب جيميل ويمكننا من خلاله إنشاء قناة يوتيوب. للقيام بذلك سوف نقوم بالدخول إلى يوتيوب. الآن كما نرى هنا يظهر أول حرف من حساب جيميل الخاص بنا، نقوم بالضغط عليه ثم الضغط على Create a Channel. هنا أوتوماتيكيا يقوم اليوتيوب بأخذ اسم الحساب في جيميل ويقوم بوضعه كاسم للقناة. أنا طبعا اخترته عمدا ليكون هو اسم القناة. إذن بكل بساطة سوف أضغط على Create Channel. أصبح الآن لدينا قناة على اليوتيوب. ولكن أصدقائي قبل أن نمر إلى الخطوة الموالية علينا القيام ببعض الإعدادات لتجهيز القناة كي تبدو احترافية، وكذلك كي نساعدها في الظهور في نتائج البحث. أول شيء سنقوم بإضافة صورة للقناة. إذن سوف نقوم بالدخول إلى جوجل ونقوم بالبحث عن كلمة Weight Loss Tips. نذهب إلى Image ونقوم بالبحث عن صورة مناسبة. إذن أصدقائي أنا سوف أقوم باختيار هذه الصورة، سوف أقوم بوضعها على سطح المكتب، ثم سوف نستعمل الموقع المجاني Crop Circle Image Online لاقتصاص دائرة من هذه الصورة كي تكون مناسبة مع مقاسات صورة القناة. سوف أترك لكم رابط هذا الموقع في صندوق الوصف. إذن سوف أقوم بالدخول إلى الموقع ثم الضغط على Select Image. أقوم باختيار الصورة ثم هنا أقوم بتكبير الدائرة كي تتناسب مع الجزء الذي سوف أستعمله. إذن سوف أستعمل هذا الجزء. بعد اختيار الجزء المناسب أضغط على Crop Circle ومن هنا نضغط على Download Image. الآن أصدقائي سوف نعود إلى القناة ونقوم بالضغط على مكان صورة القناة. نضغط على Continue ثم هنا في الفوتو سوف نضغط على Import ونختار الصورة التي اختصصناها للتو. هذه هي الصورة ثم نضغط على OK ثم هنا نضغط على Publish. وبهذه البساطة أصدقائي قمنا بإضافة صورة تضفي بعض الاحترافية على القناة. الآن هنالك شيء مهم يجب علينا القيام به، وهو إضافة Description أو وصف للقناة. للقيام بذلك سوف نضغط على General Information وهنا نرى أنه يعطينا مكان لإضافة Description. يمكنكم إما كتابة Description يدويا أو اقتباسها من أي مقالة على جوجل أو حتى اقتباسها من أي قناة على اليوتيوب. أنا سوف أقوم بالبحث عن Description موجودة في جوجل. سوف أقوم بالدخول إلى جوجل والبحث عن Weight Loss ثم البحث في هذه المقالات. مثلا سوف أقوم باقتباس هذه المقدمة ثم أقوم بإضافة جملة في الأخير لأقول لهم أنني في هذه القناة أساعدهم لخسارة الوزن وإيجاد الحمية المثالية لهم. إذا قمت بإضافة هذه الجملة والآن أقوم بالضغط على Publish، وإذا دخلنا إلى القناة وضغطنا على About سنلاحظ أن Description موجودة هنا. الآن بقيت نقطة مهمة أخيرة أصدقائي، وهي إضافة الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية تعتبر أهم شيء يساعد خوارزميات اليوتيوب على تصنيف قناتك. إذا كانت قناتك مهتمة بخسارة الوزن والويت لوس
عليك إضافة كلمة مفتاحية للقناة في هذا النيتش. للقيام بذلك سوف نضغط على Settings ثم هنا Channel، وهنا نرى أنه يمكننا إضافة كلمات مفتاحية. طبعا يوتيوب يسمح لنا بإضافة 500 حرف على أقصى تقدير، لذلك سوف نحاول إيجاد الكلمات المفتاحية الأكثر بحثا على يوتيوب. للقيام بذلك سوف أستعمل موقع مجاني وهو موقع Keyword Tool. إذن بعد الدخول إلى الموقع سوف أختار يوتيوب، ثم تأكدوا أن هذا الخيار موضوع على United States English، وبكل بساطة نقوم بإدخال كلمة مفتاحية. سوف أقوم بإدخال كلمة Weight Loss ثم الضغط على زر البحث، وهناك كما نرى قام الموقع باستخراج 505 كلمة مفتاحية. هذه الكلمات المفتاحية هي الكلمات الأكثر بحثا على يوتيوب في مجال الويت لوس. إذن سوف أقوم باختيار هذه الكلمات المفتاحية الخمسة وأقوم بالضغط على كوبي ثم كوبي تو كليب بورد. أعود إلى إعدادات القناة وأقوم بلصق الكلمات المفتاحية هنا، ثم أعود إلى كيورد تول وأقوم بتغيير الكلمة المفتاحية إلى كلمة أخرى مثلا دايت، ثم أقوم بالبحث. إذن أختار هذه الكلمات المفتاحية وأقوم بنسخها كالعادة وأعود وأقوم بلصقها هنا، ثم أختار كيتو دايت مثلا. أقوم بالتعليم على هذه الكلمات المفتاحية الأكثر بحثا ثم الضغط على كوبي كوبي تو كليب بورد. أعود هنا وأقوم بلصقها. كذلك يمكنكم كتابة الكلمات المفتاحية يدويا إذا أردتم، لكن هذه الأداة أو هذا الموقع يساعدكم على إيجاد الكلمات المفتاحية الأكثر بحثا. إذن أصدقائي بعد وضع أكبر عدد ممكن من الكلمات المفتاحية سوف نضغط على سيف. وبهذه الطريقة أصدقائي نكون قد أنشأنا قناة يوتيوب متخصصة في المجال الذي اخترناه، وكذلك قمنا بإعدادها للظهور في نتائج البحث. وهذا ما يمر بنا إلى الخطوة الرابعة في هذا الشرح، وهو البحث عن مقالة مقسمة إلى خطوات في نفس النيتش. دعونا نوضح هذه النقطة. أنا مثلا اخترت نيتش أو مجال الصحة وخاصة الويت لوس أو خسارة الوزن. في هذه الخطوة سوف أقوم بالبحث عن مقالة مقسمة إلى خطوات أو ستيبس لخسارة الوزن. إذن سوف أقوم بالذهاب إلى جوجل وأقوم بالبحث عن Steps to lose weight، خطوات لخسارة الوزن. كلمة Steps هي أهم شيء في هذه المرحلة، لأننا لن نحتاج إلى مقالة كاملة بل سوف نحتاج خطوات. إذن بعد الذهاب إلى محرك البحث جوجل سوف أقوم بالبحث عن Steps to lose weight easily مثلا بطريقة سهلة. نقوم بالبحث عن مقالة مقسمة إلى خطوات، مثلا هذه المقالة 7 steps to permanent weight loss. وكما نرى أصدقائي المقالة مقسمة إلى خطوات، ولكن ما يهمنا في هذه المقالة ليس نصوص الخطوات في حد ذاتها ولكن العناوين. نحن سوف نركز على العناوين. إذن سوف نقوم باستخراج عناوين هذه المقالة. step 1 نقوم بنسخها، ثم نقوم بفتح بلوك نوت ونقوم بلصق steps هنا step 1، ثم نمر step 2 step 3 وهكذا دواليك إلى أن نقوم باستخراج السبع خطوات. إذن أصدقائي قمت باستخراج السبع خطوات من هذه المقالة، وهنا أكون قد أكملت الخطوة الرابعة لأمر إلى الخطوة الخامسة وهي تحويل المقالة إلى فيديو. بعضكم قد يسأل لماذا لم أستخرج الفقرات بعد كل خطوة؟ لأنه بكل بساطة اليوتيوب شورتس لا يسمح لك بتجاوز 60 ثانية في كل فيديو. إذا كنت سوف أستعمل الفقرات أو جمل بعد كل خطوة فمن المؤكد أنني سوف أتجاوز 60 ثانية، وبذلك لن يعتبر الفيديو الذي سوف أقوم بإنشائه من الشورتس. يمكنكم طبعا إضافة جملة بسيطة بعد كل ستيب أو خطوة، ولكن احرصوا على ألا تتجاوز كل خطوة الخمس أو الست ثواني. دعونا أصدقائي نقوم بتحويل هذه الخطوات إلى فيديو لنرى كيف سيكون الفيديو النهائي. للقيام بهذه الخطوة سوف نستعمل موقع مجاني وهو موقع Lumen 5. يمكنكم إنشاء حساب مجاني في هذا الموقع، سوف أترك لكم طبعا رابط الموقع في صندوق الوصف. كل ما عليكم فعله هو الضغط على Create an account وتقومون باختيار Full Name ووضع إيميل ثم إنشاء Password والضغط على Create Account. طبعا أنا لدي حساب في هذا الموقع، إذن سوف أضغط على Login ثم هنا سوف أضغط على New Video. هنا يقدم لنا موقع Lumen 5 بعض التمبليتس أو القوالب. طبعا يمكنكم اختيار أي قالب يناسبكم. إذا وضعنا الماوس على أي تمبليت يرينا نوع الكتابة والألوان المستعملة. إذن سوف أختار قالب من الكاتيجوري Ads أو إعلانات مثلا هذا القالب، ثم هنا في الفورمات أو الحجم يمكنكم اختيار إما فيسبوك ستوري أو
انستغرام ستوري، وذلك لأن اليوتيوب شورتس لديها نفس مقاسات الستوريز، ألا وهي 9:16، الراشيو 9:16. إذن أنا اخترت فيسبوك ستوري، وكما نرى يظهر أمامنا التمبليت الذي اخترته منذ قليل. دعوني أعطيكم لمحة صغيرة على هذا الموقع. هنا أصدقائي سوف تقومون بنسخ ولصق الستيبس، وهنا لدينا بريفيو للفيديو الذي سوف يظهر، هنا لدينا الميديا التي يوجد فيها الصور والفيديوهات التي سوف نستعملها في إنشاء هذا الشورت. طبعا هنالك العديد من الفيديوهات والصور المجانية، ويمكنكم أيضا رفع الصور أو الفيديوهات التي تحتاجونها لإنشاء الفيديو الخاص بكم. إذن دعونا نعود إلى ستوري ونقوم بنسخ ولصق أول ستيب. أعود إلى البلوك نوت وأقوم بلصق ستيب 1، ثم أعود إلى ستوري وأقوم بلصقها هنا. موقع لومن 5 يعود بصفة أوتوماتيكية إلى السطر كلما وجد نقطة، لذلك سوف أقوم بإرجاع الجملة هنا وأقوم بحذف النقطة ثم وضع نقطتين. ثم إذا وضعنا الماوس على الجملة سوف نلاحظ وجود علامة بلاس، إذا ضغطنا عليها كما نرى قام الموقع بإضافة سيكونس أو لقطة. إذن سوف نعود إلى اللقطة الأولى الموجودة مسبقا ونقوم بالضغط هنا لنقوم بحذفها. إذن أصبحت اللقطة التي وضعتها للتو هي اللقطة الأولى. دعونا نقوم بالضغط على بريفيو لنرى ما هي اللقطة. إذن لو لاحظنا الصورة أو الفيديو الذي في الخلفية لا يعبر جيدا على الجملة التي تحتوي على نوع من الموتيفيشن أو التحفيز. الجملة تقول make sure you are ready for change، تأكد أنك مستعد للتغيير. إذن سوف أعود إلى ميديا وأقوم بالبحث عن فيديو محفز، مثلا أكتب كلمة motivation وأقوم باختيار هذا الفيديو مثلا. إذن بمجرد الضغط على الفيديو نرى أنه أصبح موجود في السيكونس. إذا ضغطنا على preview الآن نرى أن اللقطة أصبح لها معنى أكثر. إذن نعود إلى ستوري ونقوم بالرجوع إلى السطر ثم نقوم بنسخ ولصق الخطوة الثانية. إذن الخطوة الثانية set goals، نقوم بنفس الشيء، وضع نقطتين بدل النقطة، ثم كالعادة نقوم بإضافة السيكونس. نضغط على preview، كالعادة الفيديو في الخلفية ليس له علاقة بالستيب. نعود إلى ميديا ونقوم باختيار فيديو له علاقة، مثلا هذا الفيديو. إذا ضغطنا الآن على preview نرى أن هذا الفيديو الموجود في السيكونس يعبر أكثر على الستيب أو الخطوة. بالمناسبة يمكنكم تكبير الخط من هنا، إذا ضغطنا عليه نضغط على text size ونقوم بتكبير الخط بعض الشيء هكذا مثلا، كذلك بالنسبة للسيكونس الأولى. ونمر إلى الخطوة الثالثة step 3 track yourself، نقوم بوضع النقطتين ثم نقوم بالضغط على علامة البلاس، أقوم بتكبير الخط بعض الشيء، وهنا نرى أن الفيديو في الخلفية مناسب للسيكونس، لذلك سوف أبقي عليه. وهكذا دواليك إلى أن تكملوا كل الخطوات. إذن سوف أقوم بإكمال الخطوات ثم أعود إليكم. إذن أصدقائي قمت بإكمال 7 خطوات التي استخرجتها من المقالة، والآن نأتي إلى مرحلة مهمة جدا وهي إضافة خطوة أو ستيب إضافي. ما هو هذا ستيب؟ ستيب 8 أو الخطوة الثامنة هي الذهاب إلى الديسكريبشن والضغط على أول لينك في صندوق الوصف، وهذا لتحفيز الزوار للضغط على رابط التسويق بالعمولة الذي استخرجناه في أول الشرح. دعوني أريكم أصدقائي كيف نقوم بإضافة هذه الخطوة. سوف أكتب step 8 نقطتان click the first link in the description to find out the powerful trick. إذن قمت بإضافة الخطوة الثامنة والأخيرة وقلت لهم اضغطوا على أول رابط في صندوق الوصف لتعرفوا السر القوي لخسارة الوزن بسرعة. إذن سوف أقوم بإضافة sequence لهذه الجملة، ثم سوف أقوم بالذهاب إلى ميديا وأقوم بالبحث عن فيديو مناسب لهذه الجملة. إذن سوف أبحث عن weight loss وأقوم باختيار لقطة أو مشهد مناسب لهذه الجملة، مثلا هذا المشهد مناسب جدا. وينصح هنا أن يكون هذا المشهد هو أطول مشهد في الفيديو، طالما لم نتجاوز 60 ثانية فيمكن أن نطيل من مدة هذا المشهد، لكن طبعا علي تغيير الكالرز أو الألوان. سوف أختار ألوان مناسبة ثم أقوم بتكبير الخط بعض الشيء مثلا هكذا، سوف أغير كل اللون إلى الأبيض. إذن هكذا أصدقائي نكون قد أكملنا الخطوات. لم يبقى لنا إلا إضافة موسيقى تحفيزية في الخلفية. سوف أضغط على ميوزيك ثم هنا في مود سوف أختار inspirational أو تحفيزي، ثم أختار هذه الموسيقى مثلا
أقوم بالضغط عليها، وهكذا تم اختيار هذه الموسيقى لتكون خلفية للفيديو الخاص بي. هنا نكون قد أكملنا إنشاء الفيديو. كل ما علينا فعله هو الضغط على Publish، ثم ننتظر حتى يتم تجميع كل أجزاء الفيديو لتظهر لنا كلمة Download. إذن كما نرى أصدقائي، انتهى الموقع من تجميع الفيديو وبدأ بتحميل الفيديو الذي قمنا بإنشائه على سطح المكتب. إذن بعد أن قام موقع Lumen 5 بتحميل السيكونسز أو اللقطات على سطح المكتب، سوف نقوم باستخراجها هنا، ثم سوف نستعمل برنامج OpenShot لجمعها لتكون فيديو موحد. يمكنكم تحميله مجانا، سوف أترك لكم رابط التحميل في صندوق الوصف. إذن أصدقائي، قمت بجمع كل اللقطات مع بعض ليكون هذا هو الفيديو النهائي. هذه هي النتيجة. إذن كما نرى، فيديو احترافي جدا، فيه كل الخطوات التي يحتاجها الشخص لخسارة الوزن، ولكن الأهم من ذلك فيه الخطوة الأخيرة التي أضفناها، الخطوة الثامنة، أنه على من سيشاهد هذا الفيديو الضغط على أول لينك في صندوق الوصف ليعرف طريقة سريعة جدا لخسارة الوزن. إذن سوف نقوم بتغيير عنوان الفيديو من هنا. تذكروا دائما أنكم أضفتم step أو خطوة إضافية، إذن 8 fast steps to lose weight permanently أو بطريقة نهائية. إذن 8 خطوات سهلة لخسارة الوزن بطريقة نهائية. إذن أصدقائي، بعد أن أكملنا تحويل المقالة أو الخطوات إلى فيديو، سوف نمر إلى الخطوة الموالية وهي رفع الفيديو القصير على يوتيوب وإعداده. إذن سوف نقوم بالدخول إلى قناة اليوتيوب التي أنشأناها منذ قليل، ثم نضغط على Upload a video. نضغط هنا، يقوم يوتيوب بتحويلنا إلى اليوتيوب ستوديو. نضغط على Select File ونقوم باختيار الفيديو الذي أنشأناه. إذن هذا هو الفيديو، أختاره ثم أضغط على Open. لا ننسى أصدقائي أننا نعمل على اليوتيوب شورتس، لذلك علينا إضافة وسم أو Hashtag Shorts. إذن في العنوان نضيف Hashtag Shorts، وسوف أعطيكم طريقة أو تريك جيدة جداً تساعد خوارزميات اليوتيوب على تصنيف الفيديو الخاص بكم. بعد كتابة هاشتاغ شورتس، نقوم بإضافة سبيس ونكتب الكلمة المفتاحية الرئيسية للفيديو. مثلا أنا هنا أعمل على الويت لوس، بعد كلمة شورتس أقوم بإضافة سبيس ثم أكتب الكلمة المفتاحية ويت لوس. في انتظار أن يتم رفع الفيديو بالكامل، سوف أقوم بتحضير رابط التسويق بالعمولة الذي استخرجته في أول الشرح. أقوم بنسخه ثم أذهب إلى bit.ly أو bit.ly، أضغط على create link وأقوم بلصق الرابط هنا، ثم أضغط على create. هكذا أصبح عندي رابط مختصر يمكنني أن أعدل عليه، مثلا أحوله إلى lose belly fat fast، وأضغط على save ثم copy. أعود الآن إلى الفيديو وأقوم بكتابة This is the easiest way to lose belly fat. لا ننسى أصدقائي أنني اخترت عرض Flat Belly Tonic الذي هو متخصص في خسارة الدهون من منطقة البطن، لذلك علي أن أكتب جملة لها علاقة بخسارة الدهون من منطقة البطن. أقوم الآن بلصق الرابط ثم أقوم بإضافة description يكون فيها الكلمات المفتاحية مثل belly fat, lose weight وما إلى ذلك. يمكنني أخذ description من أي مقالة على جوجل، أكتب مثلا how to lose weight وأقوم بالبحث في هذه المقالات عن فقرة يكون فيها الكلمات المفتاحية مثل هذه الفقرة، مثلا فيها كلمة rapid weight loss, weight management. إذن أقوم بلصق الفقرة هنا ثم أعيد الرابط مرة أخرى بعد هذه الفقرة. إذن نمر الآن إلى خطوة مهمة جدا أصدقائي، وهي وضع الكلمات المفتاحية. بالنسبة للثمبنيل نحن لا نحتاجها أو الصورة المصغرة لأننا نعمل على الشورتس، هذا الفيديو ليس للأطفال. ثم نضغط على علامة مور. هنا نأتي أصدقائي إلى التاجز أو الكلمات المفتاحية، وعلينا اختيار الكلمات المفتاحية بعناية. أنا في هذه المرحلة أستعمل أداة VidIQ، يمكنكم استعمال النسخة المجانية منها، دعوني أريكم كيف أستعملها. إذن بعد تفعيل الإكستنشن على متصفح جوجل كروم وإنشاء حساب مجاني في موقع vidIQ.com، سوف تظهر لنا هذه الأداة هنا. نضغط على هذه الخطوط الثلاث ثم نضغط على Keyword Inspector، وهنا يمكننا البحث عن كلمات مفتاحية لنرى نسبة البحث عليها ونسبة المنافسة. إذن سوف أكتب Weight Loss، وكما نرى نسبة البحث 1,490,000 بحث شهري. إذن سوف أقوم بالتعليم على كل هذه الكلمات المفتاحية لأن عليها نسبة بحث عالية، ثم الضغط على كوبي. أعود هنا وأقوم بلصق الكلمات المفتاحية، كذلك أبحث عن كلمة كيتو
نسبة بحث عالية، أقوم بالتعليم على كل الكلمات والضغط على كوبي وأقوم بلصقها هنا. أعود إلى الأداة وأبحث عن بيلي فات، أقوم بالتعليم على كل الكلمات المفتاحية لأنهم كلهم عليهم نسبة بحث عالية، ثم الضغط على كوبي ثم اللصق هنا. إذن أصدقائي حاولوا العثور على أكثر كلمات مفتاحية عليها بحث. طبعا عندما يتعلق الأمر بالشورتس المنافسة لا تهم، لأن يوتيوب حاليا يقوم بترويج الشورتس أوتوماتيكيا. علينا أن نستغل هذه الفرصة، ولكن يجب في نفس الوقت أن نعطي فكرة جيدة لخوارزميات اليوتيوب عن نيتش أو مجال الفيديو الخاص بنا. لذلك حاولوا أن تضعوا أكبر عدد ممكن من الكلمات المفتاحية التي تساعد على معرفة نيتش أو مجال الفيديو الخاص بكم. إذن بعد إكمال الكلمات المفتاحية نترك كل شيء كما هو ونقوم بالضغط على Next ثم Next ثم Next ثم نختار Public ونضغط على Publish. هذا هو الفيديو الخاص بنا أصدقائي، وعند الوصول إلى النقطة الثامنة يجب على الزائر الدخول إلى القناة والضغط على أول لينك في صندوق الوصف ليتحول مباشرة إلى العرض الذي وضعناه. وبطبيعة الحال إذا كان العرض مقنع، أنا أؤكد لكم أن الكثير من الأشخاص الذين سوف يتحولون إلى صفحة العرض سوف يشترون المنتج. دعونا أصدقائي نمر إلى آخر خطوة في هذا الشرح، وهي الخطوة الوحيدة التي لا يمكن أن أريكم كيف تقومون بها لأنها سر نجاح كل هذه الاستراتيجيات، ألا وهي الاستمرارية أصدقائي. الاستمرارية هي سر نجاح الترافيك المجاني. صحيح أننا لا ندفع المال للحصول على هذا الترافيك، لكننا في نفس الوقت ندفع الكثير من الوقت والكثير من الجهد والكثير من التعب للوصول إلى نتائج. لذلك تأكدوا أصدقائي أن أي شخص يحافظ على الاستمرارية والإصرار للوصول إلى نتائج فبإذن الله سوف يكون له نصيب، ونصيب كبير جدا من الأرباح. إلى هنا أكون قد أكملت شرح اليوم. إذا كنت لم تشترك بعد في القناة أرجو منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلك إشعارات بكل الشروحات الجديدة. تمنياتي لكم بالتوفيق جميعا، وأراكم إن شاء الله في شرح لاحق.